غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. ألو ألو، سلام ونعمة. أهلا يا باشا، اتفضل. معذرة ما سمعتش بتقول ايه حضرتك؟ شبك عندك تعبانة شوية لو سمحت. لا الصوت واضح، صوت حضرتك ممتاز جدا. اهلا وسهلا بك يا باشا. اهلا وسهلا، سعادة قمص الفضل سماوي للغلبان. لا طمنا عليك يا باشا. نعم يا باشا. انا ابني. انت ابنه، اهلا وسهلا بيك. معاك ابو مريم من امريكا، ممكن نكلم ابونا لو تكرمت؟ ابونا متنيح بقال سنتين يا باشا. معذرة ما اعرف متنيح ولا يهمك يا باشا. سافر السماء يعني. اين يا حبيبي من سنتين؟ وان واي تيكت نو ريتيرن. سوري يا باشا احنا اسفين. لا ما في مشكلة. طب ممكن ناخد بركة اعرف مين اللي معايا لو تكرمت؟ انا ابنه نادم. اسم حضرتك ايه يا فندم؟ صموئيل نعيم. لو ابن ابونا صموئيل. اهلا وسهلا بيك. حضرتك برضه كاهن في الكنيسة ولا علماني؟ لا انا مدرس برضه قاضة ورئيس اتحاد و يعني الحمد لله يعني مدرس وتعليم اخصائي يعني. تشكر لك. انت راجل يعني عندك سعة صدر ممتاز. طب معلش معذرة تاني، اسم حضرتك الاسم الاولاني ايه؟ عشان يعني صموئيل. صموئيل، استاذ صموئيل طب لو تكرمت انا عندي استفسار بسيط، لو عندك فكره قول لي، ما عندكش مش مشكله يعني. ممكن؟ متشكرين جدا يا فندم. هو لماذا اراد الله ان يقتل نبي الله موسى؟ ليش؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا اراد الله ان يقتل نبي الله موسى؟ ما اعرفش صدقني، انا ما اعرفش القصه دي، بس ممكن اقراها واجاوبك. طيب هو اخفى جسده. لا الشاهد من هنا يا استاذ صمويل، يعني لو نتكلم بالمنطق كده يعني الكلام غير منطقي، لان الله سبحانه وتعالى يقتل فرعون الكلام صح، انما يقتل النبي بتاعه يعني doesn't make sense، يعني الكلام غير منطقي، ولا انا غلطان حضرتك؟ نعم. طب لو في كتاب بيقول الكلام ده، هل نقبل هذا الكلام؟ هل الكلام ده معقول يقبل يعني؟ لا لا يقبل. مستحيل يا باشا. مستحيل. ليه مستحيل يا استاذ سماويل؟ الله لا يقتل اساسا. يعني قصه الله لا يقتل. الله هو اساسا هو يعني صاحب الملك، وهو اللي في ايده الحياه والموت، دي مواعيده وكل حاجه منظمها عند ربنا في الحاجات دي. لا اللي انا هو عشان الله يقتل مش محتاج ينتقم. اللي انا اقصده مش حضرتك، لا موضوع القتل موجود في الكتاب المقدس كتير يعني، وبأمر من الله مباشرة، لكن هذا ليس هذا هو الشاهد يعني. القتل موجود في الكتاب المقدس، لو حبيت حضرتك اجيب لك المراجع اجيب لك المراجع، لكن انا ربي يشفيك يعني. لكن السؤال هنا حضرتك كيف نقبل ان الاله سبحانه يعني الاله نفسه يقتل نبيه؟ الكلام غير منطقي لا يقبله العقل. يعني لو في كتاب بيقول الكلام ده، انت حضرتك قلت مستحيل الكلام ده صح؟ طب انا اقول لحضرتك حاجه يا باشا. حضرتك انت في امريكا عندك في واحد اسمه الدكتور غالي. طيب هو اللي فايزر. لا ده عارف عليه السؤال ويعرف يجاوب، هو متخصص اكتر في الدين. لا يعرف يجاوب حضرتك بالمنطق والشاهد. طيب بالنسبه للشخص اللي انت بتتكلم ده عيل من عيال البلطوق، والشخص ده نكره اساسا. حضرتك انا اتكلمت معاه، انا بقول له اسمعني بس خلي عندك ساعه صدر بيها، هذا نكره من نكرات البلطوق، مالوش اي قيمه ولا ليه مؤهل لاهوتي ولا درس لاهوت، هي العمليه كلها عمليه ايه يعني، هو حاطط نفسه في الواجهه، وانا عندي تسجيلات كتير جدا لما كان في مع القمص عبد المسيح بسيط، واسئلته تافهه جدا، ده كل اللي هو ما عنده علم في المسيحيه اساسا، فهذا شخص نكره. يكلم حضرتك اسمه اسامه عبد الله، انا حضرتك بعمل اتصالات على جميع الطوائف، ومنها اتصالات مباشره على البابا توادرس نفسه، اتصلت بالبابا 3 مرات. انما الشخص ده اللي بتقوله هذا شخص نكر اساسا، ما له اي قيمه ولا هو شخص اساسا معروف يعني. اخد بال حضرتك؟
مثلا اديك على سبيل المثال، انت عندك جميع الاساقفه في مصر غير البابا تودروس، جميع الاساقفه اتصلت بيهم، الانبا مرقص، سلامتك الف سلامه. لا معلش، ده سلع بس واخد العصر معلش. الله يسلمك، الله يشفيك. الانبا مرقص، الانبا موسى، لسه الان متصل بالانبا مقار اسقف العاشر من رمضان، ما في حد متصلش. الانبا بخوميوس، اخد بالك، الانبا مينا، كلهم بقى الانبا بشير قبل ما يموت متصل بيه، فكله متصل بيه، انما ده شخص نكره يعني لا قيمه له، اخد بالك. ما انت عندك الناس دي كلها يا باشا، ما عارفوش يجاوب لحضرتك على السؤال. اقول لحضرتك ليه؟ انا اقول لك ليه؟ شوف يا استاذ الكريم، استاذ سماوي، انت من طريقه كلامك، من طريقه كلامك بتدل ان انت انسان محترم جدا وعندك سعه صدر، وطريقه الكلام بتدل ان انت يعني تربيه الوالد تربيه ممتازه، تمام؟ انا وانت، شكرا. لا ده صحيح يعني، يا صحيح، ولا نزكي على احد. الشاهد من هنا الكلام ايه؟ شوف، كلنا بنبحث عن الحق. يسوع يقول لوك فور ذا تروث اند ذا تروث ويل سيت يو فري، ابحث عن الحق والحق سوف يحررك. طبعا ما في مخلوق، ما في مخلوق عاوز يدخل بحيره النار والكبريت مهما كان عقيدته او دينه، مستحيل. كلنا بنبحث عن الملكوت، تمام؟ فهنا حضرتك، هنا العملية مش البابا أو البواب، العملية يوم القيامة كلنا مسؤولين أمام الله. الديانة عاد، أنا يعني أنت مش هتيجي يوم القيامة يوم الدينونة وتقول للرب آه طب كلم البابا، طب كلم الأسقف، أو كلم أبونا، ما مش الكلام ده غير موجود، لأن يسوع بيقول الكلام ده موجود في الكتاب المقدس ومن على لسان يسوع، إنجيل متى 7:21-22-23، ليس كل من يقول لي يا ربي يا ربي يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون فيقولون لي في ذلك يوم يا ربي يا ربي أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ حينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فارس. والكتاب المقدس واضح بيقول لك إيه؟ كما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. بمعنى الانسان اللي بيموت ما بيرجع تاني، والدك مات خلاص انتهت، الانسان بيموت ما بيرجع. فانسان لابد ان هو، الانسان لابد ان هو يكون على حق. طب النص اللي قلته لك موجود في الكتاب المقدس، والغريبه بقى يا استاذ سماويل، لو تقرا لو تقرا الاصحاح بالكامل، ما النص ما له علاقه بما قبل ما قبله في السياق يعني ولا بعده. النص موجود في سفر الخروج الاصحاح رقم 4 العدد 24، الخروج 4:24، وحدث في الطريق في المنزل ان الرب التقى موسى وطلب ان يقتله بدون اي سبب على الاطلاق. يعني حضرتك تفضلت قلت مش ممكن الكلام ده، وفي كتاب بيقول الكلام ده مستحيل، لماذا يقتل نبيه؟ طب كيف نصدق شيء من هذا القبيل؟ نصدقه ازاي؟ لماذا؟ ما لماذا يقتله؟ لماذا؟ اذا كان قبلها مباشره امره انه، او اولا لو نقرا النصوص اللي قبلها، اول شيء الله الله موسى طلب منه ان هو يقول له عاوز معجزات تجري على دي عشان يصدقه فرعون، فاداله معجزتين. بعد كده طلب منه ان هو عاجز يعني عنده مشكله في الكلام، فقال له اخوك هارون هيكون معك. ثم بعد ذلك قال له المعجزات دي تعملها امام فرعون مباشره. بعد هذا الكلام مباشره العدد 24 يقول ان الله سبحانه وتعالى التقى واراد ان يقتله. لماذا؟ 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 تمام يعني. انا صدقني ما عنديش، بس وعد مني ان انا اقرا واذاكر عشان خاطر القصه ده حضرتك. انا لو قتلت يبقى صعبه. اتفضل استاذ سمويل. العمليه مش كده، العمليه عمليه يعني الحياه الادبيه، الحياه الابديه، العملية عملية الفردوس نعيم وحالة الكبريت وكده. طب حضرتك بالنسبة لموضوع ألوهية المسيح، يعني يسوع نفسه بيقول أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعوا من الله. حتى بولس يقول لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. بولس يقول، بطرس يقول أيها الرجال إسرائيل اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بآيات وعجائب صنعها الله في يديه وسطكم كما أنتم تعلمون. لماذا نؤمن بلاهوت؟ كيف نؤله إنسان؟ إنسان خرج من امرأة وكان طفل رضيع
وكان عاجز، وكان امه مسؤوله عنه تماما حتى تمسح له معذره يعني البراز وكده. كيف نقول لهذا الطفل هو الله ونقول لمريم ام الله؟ كيف نقبل هذا الكلام؟ اي انسان يعني سيبك من الخلفيه المسيحيه، اي انسان طبيعي ازاي خليه يؤمن بهذا الكلام؟ كيف الاله كان في رحم امراه 9 شهور ثم خرج من الفرج، ثم كان طفل هي لا يستطيع ان يفعل شيء، وكانت امه تنظفه، ثم كان بيعتمد على امه، ثم الى بلغ سن المراهقه، وانت عارف سن المراهقه الانسان بيحصل له ايه في المراهقه، موضوع الاحتلام وغيره، دي حاجه طبيعيه، دي مش حرام، لان الله سبحانه وتعالى خلقنا كده. ثم بعد ذلك يصبح شاب، ثم بعد ذلك يتمكن منه خلقه وخلقه يقتلوه. كيف نقبل هذا الكلام استاذ سماوي؟ كيف ما تنسى كما نعم ما عنديش اجابه تبان لحضرتك. انا حاليا لسه راجع من الشغل، فمش معاها، مش هعرف ارد على حضرتك. انا اقول لحضرتك، بص العمليه مش كده، العمليه يا استاذ سموئيل مش ما عندكش اجابه. العمليه بص، الاعمار بيد الله، اسال الله يعطينا ويعطيك العمر في طاعه الله، والموت علينا حق، والموت يقين، والموت هو اليقين يعني الحقيقه اللي كلنا متاكدين منها. طبعا ما في واحد متاكد ان هو هيحيا، انا ممكن بتكلم مع حضرتك الان واموت وانا بكلمك، دي طبيعي ما فيهاش اي حاجه، اي وقت الواحد يموت، انما الحياه غير مضمونه، فلا بد الانسان يكون على الحق حتى اذا اتاه المنيه او الموت يكون على الحق، لان ما في رجوع. والدك توفى ما فيش رجوع، فالعمليه عمليه مستعجله، يعني زي ما بيقولوا باللغه الانجليزيه put your priorities first، ضع اولوياتك الاول، اولوياتك الاول الحياه الابديه قبل الشغل، قبل الاسره، قبل الاولاد، قبل اي شيء في الدنيا، كن على الطريق الصحيح. يسوع يقول فتشوا الكتب. كيف نعبد انسان؟ كيف؟ بولس بيقول عبادة الانسان مثل عبادة الحيوان، مش كلامي انا. حضرتك لو ترجع لبولس رسالته الى روميه، الرساله الاولى الروميه العدد 21 الفصل، متاسف، رساله روميه الاصحاح الاول 21 بيقول فيه ايه؟ لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروك اله، بل حمقوا في افكارهم واظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء. بولس نعت الناس، صفتهم بايه؟ بانهم حمقى، بانهم اغبياء، بانهم جهلاء. لماذا؟ بيقول ايه؟ وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى. لا يفنى يا استاذ سموئيل يعني لا يموت. والكتاب المقدس يقول ألست أنت منذ الأزل يا ربي إلهي قدوسي لا تموت. المسيح نفسه يقول على الله الآب الحي وأنا حي بالآب. بولس يقول الذي له وحده عدم الموت. بولس يقول الذي لا يفنى. الكتاب المقدس في إرميا 10:10 إما الرب الإله في حق فهو إله حي، الله لا يموت. هل هذا الكلام ينطبق على يسوع؟ بالعكس، العقيدة المسيحية كلها قائمة على إن يسوع مات، لابد يموت عشان القيامة، ما القيامة مترتبة على الموت، لابد يموت ثم يقيم. الكلام ده موجود فين؟ أولا من كلام يسوع نفسه، رؤيا يوحنا 1:18 الحي وكنت ميتا، وبعدين الرسالة الأولى لكورنثوس الإصحاح 15 العدد 12 يقول بولس ولكن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات، فكيف يقول قام بينكم لا ليس القيامة أموات؟ فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قام من الأموات، وإن لم يكن المسيح قد قام من الأموات فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. ونوجد نحن شهود زور لله، الله الذي أقام، الله لا يموت، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح ولم يموت إن كان الموت لا يقومون، لأن إن كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام من الأموات، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا فباطل إيمانكم. إذن العقيدة بتاعتكم قائمة على ان يسوع مات، هذا يناقض كلام بولس في رسالته الى روميا الاصحاح الاول من العدد 21. فبيقول ايه؟ بيقول هنا في العدد 23 بيقول وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى لا يموت بشبه صورة انسان. من الذي يعبد الانسان؟ يسوع يقول انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعوا من الله، يوحنا 8:40 الذي يفنى الذي يموت، والطيور والدواب والزحفات. بولس يقول تركوا عبادة الله الحي القيوم الذي لا يموت
وتركوا عبادة الخالق وعبدوا المخلوقات. حضرتك مثلا لما تيجي تكلم اي واحد يقول لك اصل ده نسوت ولاهوت، فين الكلام ده في الانجيل؟ اين قال يسوع انا نسوت ولاهوت؟ اين قال يسوع انا نسوت ولاهوت؟ يسوع عندما سأل رئيس الكهنة عن ايمانه عن تعليمه عن عقيدته قال انا كلمت العالم علانية، انا علمت كل حين في المعبد والهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي السر لما تكلم باحد. لم يقول ابدا انا الله. يسوع يقول من فمك ادينك العبد الشرير، يعني لابد الكلام من فم المسيح الطاهر. يسوع يقول ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، لابد الايمان من كلام المسيح، وصايا من وصاياه. حتى بولس يقول انظروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفه، ناسوت لاهوت اقانيم، بغرور باطل حسب تقليد الناس، التقليد كما يقول المسيح وباطلا يعبدوني وهم يعلمون. تقليد هي وصايا الناس بغرور باطل حسب تقليد الناس حسب اركان العالم وليس المسيح. بولس بلخص العقيدة كلها بيقول الايمان بالخبر والخبر بكلمة المسيح. الترجمة الانجليزية الحديثة قمة الروعة بتقول الترجمة الانجليزية الترجمة بتقول ايه؟ الايمان يأتي عن طريق السمع، والسمع ما اخبر به، وما اخبر به بياتي من البشاره التي خرجت من فم يسوع المسيح نفسه. بمعنى اذا كان المسيح هو الله، اين قال المسيح انا الله؟ اذا المسيح طلب، اذا كنت تعبد المسيح اين طلب المسيح عبادته؟ اذا كان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، اين قال المسيح انا الله الظاهر في الجسد؟ اذا كانت الخطيه الاصليه اساس عقيده التجسد والفداء، أين تكلم المسيح عن آدم أو خطية آدم؟ إذا كان يسوع الله الكلمة، أين قال يسوع عن الله الكلمة؟ إذا كان يسوع الله الابن، أين قال يسوع عن الله الابن؟ إذا كان يسوع الأقنوم الثاني، أين قال يسوع عن الأقنوم الثاني؟ يسوع نفسه يقول وباطلا يعبدوني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. أستاذ سمويل، العملية كما يقول المسلمين جنة ونار، وكما عندكم العملية عملية ملكوت أو حياة أبدية أو بحيرة النار والكبريت، لا نستطيع أن نلعب بهذه الأشياء، لا نستطيع أن نلعب بالحياة الأبدية، لابد أن احنا نتأكد أن احنا على الحق كما يقول يسوع فتشوا الكتب، ابحث عن الحق والحق سوف يحررك. إنما الإنسان يبقى ربنا، ده احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى اللي هو عطينا الوقت أن احنا هذه الوقت ممكن نراجع نفسنا وممكن نتأكد أن احنا على الحق أو لا. وانا بقول لحضرتك ويشهد الله على كلامي، اقول انا هدعو حضرتك، اقول اسال الله سبحانه وتعالى اذا كان الحق في المسيحيه ان نتبعه، واذا كان الحق في اليهوديه ان نتبعه، واذا كان الحق في اليهوديه في الاسلام ان نتبعه. احنا نبحث عن الحق، كل نبحث، لان ما في واحد عاوز يكون خالد مخلد في جهنم. المسيح على الارض كان انسان، هذا كلامه، يقول انجيل يوحنا 48 انا انسان كلمكم بالحق الذي سمعوا من الله. المسيح على الارض كان الاب الهه، يقول يسوع انجيل يوحنا 17:3 وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحق وحدك. يسوع على الارض كان الاب الهه، يقول في انجيل يوحنا 6:27 لان الله الاب قد ختمه. يسوع مر ثلاث مراحل، مرحله على الارض، مرحله الصعود، ويوم القيامه. الصعود يقول ان الاب الهه، اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم، يوحنا 20:17. يسوع يوم القيامه خاضع لله، يقول رؤيا يوحنا الاصحاح 3 العدد 12 من يغلب فسجله عمود في هيكل الهي ولا يعود الى خارج، واكتب عليه اسم الهي واسم مدينه الهي اورشليم الجديده النازلة من السماء من عند إله. يوم القيامة يقول إلهي 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 إلهي، على الأرض كان إنسان والأب إله، صعد إلى السماء إنسان والأب إله، يوم القيامة إنسان والأب إله. ده حتى يسوع يقول مفتاح الحياة الأبدية ما هو؟ لا إله إلا الله يسوع رسول الله. هل الكلام ده في الإنجيل؟ نعم في الإنجيل، إنجيل يوحنا 17:3 وهذه هي الحياة الأبدية. ما هي يسوع؟ أن يعرفوك من الله الآب، أنت الإله الحق وحدك. والمعرفة الأخرى ويعرفوا يسوع المسيح الذي أرسلته رسولك. لا إله إلا الله يسوع رسول الله. الدنيا مهما طالت قصيرة، العمر قصير، احنا بنعيش أيام محدودة يا أستاذ سمويل، وأنا يشهد الله سبحانه وتعالى، أنا ناصح أمين لك،
يعني في اي وقت ممكن ربنا يدينا ويديك العمر في طاعته، ممكن ياتينا ملك الموت، ممكن ياتينا اليقين، كيف نقابل الله سبحانه وتعالى؟ ماذا نفعل؟ هل نقول كلم، انا ما عنديش معلومات، كلم البابا، كلم ابونا فلان، كلم الاسقف فلان. انا بقول لحضرتك الان قبل ما اتصل بيك، متصل بالانبا مقار اسقف الشرقيه، الانبا مقار له كتب عديده لا تعد ولا تحصى. الراجل بيقول لي تعالى انا وجها لوجه، فين الكلام ده في الانجيل؟ فين الكلام ده في الانجيل ويسوع والكتاب بيقول، يسوع بيقول اكرزوا بالانجيل الخليقه كلها، فين الكلام ده في الانجيل؟ والانجيل بيقول مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعه خالص. كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منك. انا طلبت منه ما ردش، هرب. الكتاب بيقول اكرز بالكلمه، اعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. هذا انكار للمسيح. يقول يسوع من ينكرني امام الناس انكره امام ابا الذي في السماوات، كما يقول بولس اذا كنا ننكره فسوف ينكرنا. ولذلك يسوع يقول يوم القيامه ليس كل من يقول لي يا رب يا رب سيدخل ملكوت السماوات. من الذي يقول يسوع يا رب؟ المسلمين؟ اليهود؟ المجوس؟ انتم المسيحيين. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل اراده ابا الذي في السماوات. يعني مشيئته خاضعه لله، ها، مش ليسوع. كثيرين سيقولون لي في ذلك يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا. من الذي يتنبأ باسم المسيح؟ من الذي يتنبأ؟ المسيحيين. من الذي يخرج الشياطين باسم المسيحيين؟ من الذي يصنع معجزات باسم المسيح؟ رد المسيح يوم القيامه ايه؟ حينئذ اصرح لهم اني لم اعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل اسم. الكنيسه عندك بتقول المسيح انا الله، والمسيح يقول انا مش الله. فين الكلام ده؟ انجيل يوحنا 17:3 يقول لله الاب انت الاله الحق وحدك. المسيح يقول في انجيل متى وفي انجيل لوقا، اسحاق متى 19:16، واحد يساله ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل لتكون لي الحياه الابديه؟ فقال له لماذا تدعوني صالح؟ ليس احد صالح الا الله، ولكن ان اردت ان تدخل الحياه فاحفظ الوصايا. متى 19:16. المسيح لماذا لم يقل له المسيح نعم انا صالح؟ لاني انا الله، لاني ليس صالح الا واحد هو الله وانا الله. المسيح اعترض قال له الله الصالح مش انا. المسيح لم يقل انا الله. المسيح لم يطلب العباده نفسه. في انجيل يوحنا الاصحاح 4 العدد 19 عندما سالته المراه السامريه وقالت يا سيدي ارى انك نبي، ماذا كان رد المسيح؟ ما قال لا. أبا يا سيدي أرى أنك نبي، أبا أنا تعبد الله في هذا الجبل وأنتم تقولون إن أورشليم، أبا أنا تعبد الله في هذا الجبل وأنتم تقولوا إن أورشليم هي المكان الذي يجب أن نتعبد فيه، تمام؟ فقال لها يسوع يا امرأة صدقيني لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تعبدون الآب، تعبدون الآب، تعبدون الآب. يقول يسوع العبادة لله الآب، الآب. فقال لها يسوع صدقني يا المرأة تأتي الساعة تعبدون الآب لا في هذا الجبل. يقول يسوع أنتم تعبدون ما لا تعلمون ونحن نعبد ما نعلم. يسوع عبد لله الآب، ولكن تأتي الساعة وقد حضرت الآن فيها العباد الصادقون يعبدون الآب بالروح والحق، فمثل أولئك العباد يريد الآب. يسوع يقول إن العبد، إن العبادة لله الآب. يسوع يقول إنه يعبد الآب. يسوع يقول إن العبد الصادق يعبد الآب. يسوع يقول إن الآب طلب الناس أن تعبده. لماذا نعبده؟ لماذا نعبد إنسان؟ لماذا نعبد إنسان؟ أنتوا تؤمنوا أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، أين قال يسوع أنا الله الظاهر في الجسد؟ بالعكس يسوع يقول، يفند هذا الموضوع ويقول إنجيل يوحنا 4:24 يقول الله روح، ويسوع يقول في إنجيل يوحنا 3:6 المولود من جسد جسد هو، والمولود من روح هو روح، ويسوع مولود من جسد مريم فكيف يكون روح؟ ويسوع يقول في إنجيل يوحنا لوقا 24:39 انظروا يدي ورجلي جسوني وانظروا فإن الروح، الروح ليس لها لحم وعظام كما ترون لي. التجسد خرافة، ده مش كده وبس، الكتاب المقدس مرة أخرى يؤكد على أن التجسد خرافة. الكلام ده فين؟ الكلام ده موجود في الكلام ده موجود في أعمال الرسل الإصحاح 14 عندما ذهب بولس وبرنابا، عندما ذهب بولس وبرنابا إلى مدينة وثنية، وبولس عمل معجزة وأقام شفى واحد من الشلل،
فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفع صوتهم بلغة لوكانية قائلين إن الآلهة تشبهوا بالناس، لا إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. سمعني، التجسد خرافة. أين نجد الكلام ده في الكتاب المقدس؟ أعتقد إنجيل يوحنا 3:13، وليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي هو في السماء. هذا الكلام في الكتاب المقدس. التجسد هو أساسا إيمان وثني، إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. الآن حضرتك فاسمع ماذا، فكانوا يدعون بالنبى زيفس وبولس هرمس إذا كانوا متقدم في الكلام. فأتى كاهن زيفس الذي كان قدام المدينة في سيران وأكلين عند الأبواب مع الجموع وكان يريد أن يسمح. حضرتك معايا؟ تمام يا باشا. اسمع حضرتك رد فعل الرسولان برنابا وبولس، شوف الرد الفعل. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزق ثيابهما واندفعوا نحو الجمع صارخين: ايها الرجال، لماذا تفعلون هذا؟ نحن ايضا بشر. التجسد خرافة. الانسان مستحيل يكون على الله، الله لا يتجسد، نحن بشر. هل الكلام ده قاله المسيح؟ ايوه، انجيل يوحنا 8:40، انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعوا من الله. هل بولس قال الكلام ده؟ نعم، يقول بولس: لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح. هل بطرس قال الكلام ده؟ نعم قاله: ايها الرجال الاسرائيليون، اسمعوا هذه الاقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرر لكم من قبل الله بايات وعجائب صنعها الله في وسطكم كما انتم تعلمون. انسان، لا، ما ينفع تقال لي انسان. وبعدين الرد ده بيرد على ايه؟ ان الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا إيه؟ نحن ايضا بشر تحت الالهه مثلك، نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي. الكتاب الله يقول، الكتاب يقول: ألست أنت منذ الأزل يا ربي إله قدوس لا تموت. المسيح نفسه يقول الأب الحي، ما والمسيح يقول عن نفسه إيه؟ الحي وكنت ميتا. موضوع التجسد ده، ما في عقيدة بتؤمن بالتجسد إلا العقيدة المسيحية والعقيدة الوثنية. طيب أنتم بتؤمنوا أن سبب تجسد ولاهوت المسيح هو الخطيئة الأصلية. طيب خطيئة آدم، اولا ما في يهودي بيؤمن موضوع الخطيئه الاصليه؟ الكلام ده موجود فين؟ موجود حضراتكم في التكوين الاصحاح 3 من العدد 8 للعدد 22. هل هناك يهودي يؤمن ان في خطيئه اصليه؟ ما في يهودي على وجه الارض يؤمن بذلك الكلام. ممتاز. هل يسوع تكلم عن ادم؟ ما في نص واحد. هل يسوع تكلم عن خطيئه ادم؟ ما في نص واحد. ادم غير مذكور في الانجيل الا مره واحده، لوقا في نسب يسوع العدد 3:38: ادم ابن الله. ماذا يقول يسوع؟ تفنيد الخطيه من يسوع. يقول يسوع: لو لم اكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيه. ما فيش خطيه، هو سبب الخطيه. يسوع بيقول في انجيل متى الاصحاح 9 العدد 12-13: فاذهبوا وتعلموا ما هو اني اريد رحمه لا ذبيحه، فاني اتيت لاني لم ات لادعو ابرار بل خطاء الى التوبه. السؤال يسوع بيقول ايه؟ اني اريد رحمه لا ذبيحه، رحمه لا ذبيحه. وانتم بتؤمنوا ان يسوع هو الخروف الذي تم ذبح على الصليب؟ ها؟ انجيل متى الاصحاح 9 من عدد 12-13، يسوع بيقول ايه؟ لاني لم ات ادعو الابرار بل خطاء الى التوبه. كيف تبرر هؤلاء الناس بدون صلب المسيح؟ كيف تبرر؟ ويسوع يقول ان هو جاء للخطاة فقط، مش كده وبس. انجيل يوحنا الاصحاح 4 العدد 17، يوحنا 4:17: العمل الذي وكلتني الاعمل قد اكملته. العمل انتهى قبل الصلب وقبل الفداء. فين الصلب والفداء والتجسد؟ العمل اللي كلف به هنا انتهى. ولذلك كمان يسوع يقول في انجيل لوقا: لابد ان اذهب الى المدن الاخرى لابشر بملكوت الله لاني لهذا قد ارسلت. سبب الإرسالية هو التبشير بملكوت الله. لماذا نعبد إنسان؟ أنتوا بتقولوا أقنوم، أين نجد في الكتاب المقدس كلمة أقنوم؟ أنتوا بتؤمنون أن المسيح والله الإب، أين قال المسيح عن الله الإب؟ ده أنا عندي أكتر من كده. أنتوا بتؤمنون أن يسوع والله الكلمة؟ لأن يوحنا بيقول في البدء كان الكلمة. طب إيه رأي حضرتك؟ البابا تواضروس نفسه فند هذا الكلام. البابا تواضروس ليه كتاب جديد وأنا أنصحك تجيبه وممكن ترجع للكلام. بيقول البابا تواضروس في كتاب
مفتاح العهد الجديد. الجزء الاول بيقول في ايه؟ شوف حضرتك بيقول في ايه؟ بيتكلم على انجيل يوحنا، بيقول ايه؟ على مقدمة انجيل يوحنا الاصحاح الاول من 1-18. انه يمكن ان نجم المصطبق ان الانجيل كان هدفه رعاية لتعميق ايمان المسيحيين انفسهم، اذ يرسم الخط الذي يربط بين مسيح التاريخ والمسيح الرب، اي مسيح الكنيسة. في فرق بين مسيح الكنيسة ومسيح الانجيل الذي يستمر فيه تجسد الكلمة اللي هو مسيح الكنيسة، ولكن بصفة عامة يعتبر الانجيل الاكثر شمولا بين كل الاناجيل، رغم انه تعمد الاختصار في فرده، اذ بناه يوحنا الرسول على اساس. ده كلام البابا تواضرس، كتاب مفتاح العهد الجديد الجزء الاول صفحة 167. يقول البابا تواضرس: لمحات قصيرة مجددة تناوب مع ايات وعظات ذات طابع لاهوتي مع تقديم الشرح المناسب لها، ونلاحظ، ده كلام البابا، ان انجيل يوحنا بدون المقدمة ما بين قوسين، انجيل يوحنا الاصحاح الاول من 1-18، لو حذفنا المقدمة، ده كلام البابا، يبدو كتابا يهوديا اللي فصلوا بقى واصبح يوناني المقدمة، ولكن باضافة المقدمة يتضح انه يتناسب مع العالم اليوناني. يسوع لم يقول لم ارسل الا لخراب بيت اليونان الضالة، يسوع يقول لم ارسل الا لخراب اسرائيل مش اليونان، رسول الى اليهود مش لليونانيين، يسوع ما كان بيتكلم يوناني ولا يقول. ولذلك فمن المحتمل، ده كلام البابا، ان المقدمة اضيفت، المقدمة من الاصحاح الاول من 1-18 اضيفت على العمل الاصلي بعد ذلك لجذب مزيد من القراء. اين بقى الوحي؟ فين الوحي؟ كذلك الاصحاح الاخير 21 اضيف، ربما اضيف بعد انتهاء الكتابة، كما يتضح وبيجيب دليل على ذلك من الايات الاخيرة في انجيل يوحنا الاصحاح 20-30-31، لان الاصحاح يوحنا الاصحاح 20 الى عدد 31 واضح: واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع المسيح هو ابن الله، ولكي تكونوا لكم اذا امنتم حياة باسمه. دي خاتمة. فهو بيقر ويعترف ان مقدمة انجيل يوحنا اللي هي كلها بتستشهده على لاهوت المسيح، اللي فيها ان المسيح هو الله الكلمة، اللي فيها الكلمة صار جسدا يوحنا 1-14، كل دي مضافة مش من كلام يوحنا، تمت اضافتها. اين قال يسوع عن الله الابن؟ فين؟ انت حضرتك لو عملت بحث في الكتاب المقدس كله لن تجد لفظ الله الابن، انت لو عملت بحث في الكتاب المقدس كله لن تجد لفظ الله الروح القدس، لن تجد الا الله الاب، لان الله الاب هو الله. انت كلمة اقنوم ما موجودة في الكتاب المقدس. يسوع نفسه ما قال تثليث، فين قال تثليث؟ يسوع يقول عندما سأله في انجيل مرقس اعتقد الاصحاح 11 العدد 32، عندما كان احد علماء اليهود قال له: ما هي اول الوصايا؟ قال: اول الوصايا اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد، رب واحد، رب واحد، رب واحد. والكلمة باللغة العبرية اخد، والكلمة بالعربية احد، احد اثنين واحد، يعني ليس له اخر، ليس معه اخر، كما قال يسوع في انجيل يوحنا 17:3: وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحق وحدك وحدك وحدك. كيف يكون وحده يسوع مع اله؟ خلي بال حضرتك في نقطة مهمة جدا، يسوع ليس الاب. لو حضرتك قلت يسوع الاب دي بتعتبر هرطقة عندكم، هرطقة اسمها هرطقة سابيليوس الذي كان يؤمن ان الاب والابن والروح القدس واحد، كمان هرطقة مؤلم الاب الذي يؤمن ان يسوع هو الاب، اذا الاب اللي مات على الصليب ودي هرطقة. طب هل يسوع يقول ان هو ليس الاب؟ ايوه. فين الكلام ده؟ انجيل يوحنا الاصحاح 5-31 يقول يسوع: الذي يشهد لي هو اخر. من الشاهد الاخر ليسوع؟ العدد 37 يقول: والاب نفسه الذي ارسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا ابصرتم هيئته. الشاهد الاخر يسوع الاب. معايا حضرتك؟ الاب ليس هو الابن، والكلام ده من كلام المسيح. طيب هل الابن او الاب هو الروح القدس؟ لا، ومن كلام المسيح. انجيل يوحنا 14:16 يقول يسوع: وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزي اخر. بالمناسبه يا استاذ الكريم صموئيل، يشهد الله ان انا كل الكلام اللي انا بقوله ده حفظ. انا اسالك شهاده امام الله، هل وجدت اي واحد فيكم حافظ الانجيل زي العبد الفقير لله؟ في واحد عندكم حافظ الانجيل كده؟
لا ما اعتقدش. هل في حد؟ لا ما فيش. فيسوع يقول اذا الاب ليس هو الابن الذي يقول الاب والابن هو هرطقة. طيب والاب ليس هو الروح القدس، ممتاز. طب اذا كان الابن الاب هو الله وحده، انجيل يوحنا 17:3، واذا كان اي شخص يقول الاب والابن دي هرطقة، كيف نؤله الابن؟ ثاني يا استاذ الكريم، اذا كان الاب ليس هو الابن واي شخص يقول الابن هو الاب دي هرطقة تجديد، والاب هو الله وحده، كيف نؤله الابن؟ ازاي؟ الطريقه الوحيده ان يكون الابن والاب، ودي طبعا عندكم هرطقه، ودي هرطقه، الابن ليس الاب. الطريقه الثانيه عن طريق الشرك، اي نؤمن ان هناك اكثر من اله، والدليل على ذلك الكتاب المقدس. حتى عندك اقوى نص انت بتعتقده ان هو اقوى نص الاستشهاد على لاهوت المسيح انا والاب واحد. لو سألت أي واحد مسيحي من أي طائفة هل معنى هذا الكلام إن يسوع والآب، هيقول لي لا لا دي هرطقة عندنا، يسوع ما قال الكلام ده. أمال معنى الكلام إيه؟ اتفضل حضرتك، ده كلامكم إن هم متساويين في اللاهوت، مش ده الكلام اللي بتقولوه؟ نعم ولا لا يا أستاذ صموئيل؟ مش ده اللي بتقولوه؟ متساويين في اللاهوت، متساويين في المجد، متساويين في العظمة. طيب إذا بتساووا شخص غير الله في اللاهوت، ده اسمه إيه ده؟ ده مش تعدد آلهة، ده مش شرك بالله؟ الاب والله وحده. ويسوع النص اللي قبله مباشرة يسوع يقول ابا الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل. الاب اعظم من كيف يكون متساوي لله؟ والنص اللي هو النص اللي قبله 29 يقول ابي اعظم من الكل. كيف يكون متساوي مع الله ويسوع يقول ابي اعظم مني؟ كيف يكون متساوي مع الله وهو لا يعلم الساعة، اما ذلك ام وتلك الساعة فلا يعلم بهم احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. الله الآب بس الوحيد اللي عنده علم الساعة. كيف يكون متساوي مع الآب والله حسب الكتاب المقدس روح، ويسوع يقول إيه؟ يسوع يقول الله روح، يسوع يقول إيه؟ المولود من جسد جسد هو، والمولود من روح هو روح. كيف يكون ويسوع يقول انظروا يدي ورجائي إني أنا هو قدسوني وانظروا فإن الروح ليس لها لحم وعظام كما ترون لي. كيف يكون متساوي مع الاب وهو يقول انا لا اقدر على ان افعل من نفسي شيء، انا لا اقدر على ان افعل من نفسي شيء. كيف يكون متساوي مع الله وهو يقول انا اخرج الشياطين بروح الله؟ كيف يكون متساوي مع الله ويقول انا اخرج الشياطين بقوه الله؟ كيف يكون متساوي مع الله ويقول كل شيء في السماء والارض اعطي لي من ابي، الله الاب اعطي لي؟ كيف يكون؟ هل الله سبحانه وتعالى يقبل العطيه؟ والله المفروض ده ملك الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا الكلام، لماذا نعبد انسان يا استاذ صموئيل؟ يا ريت اسمع منك، ليه نعبد انسان؟ ليه نعبد انسان؟ الحياه قصيره كما يقول الكتاب المقدس، كما هو مكتوب، كما اودع للناس ان يموت مره ثم بعد ذلك الدينونه. ليه؟ اسال الله ان يدينا ويديك العمر في طاعته. انا ممكن الله سبحانه وتعالى قادر ان يقبض روحي الان. الله قادر ان يقبض روحك الان، الله يديك الصحه والعمر. هل كيف تموت في هذا وانت بتعبد انسان؟ كيف؟ ويوم القيامه يوم القيامه يسوع ماذا يقول يوم القيامه؟ رؤيا يوحنا الاصحاح 3 العدد 12، من يغلب فسجعله عمود في هيكل الهي ولا يعود الى خارج، واكتب عليه اسم الهي واسم مدينه الهي اورشليم الجديده منزله من السماء 4 مرات الهي الهي الهي, إلهي. كيف يكون الديان عبد لله يوم القيامة؟ بولس يقول الرسالة الأولى كورنثوس الإصحاح 15 العدد 28 يقول عن يسوع وعندما يخضع له الكل، حينئذ يوم القيامة حينئذ الابن سيخضع للذي أخضع له الكل حتى يكون الله الكل في الكل. هل الله خضع يوم القيامة؟ كيف نعبد إنسان؟ كيف نعبد إنسان؟ لماذا نعبد انسان؟ لماذا لا نترك هذه العباده ونؤمن بما امن بما يقول يسوع؟ يسوع يقول وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحق وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان المسيح رسول الله. لماذا لا نؤمن بكده؟ ايه راي حضرتك؟ انا مش عارف اجاوب حضرتك لان انا حقيقي انا مبسوط اللي انت بتحكيه، لسه قاعد اقراهم افتحهم من اول وجديد واذاكرهم. طيب عشان اعرف ارد عليك بس. ماشي استاذ صموئيل، تحب حضرتك اكمل معاك ولا حضرتك عاوز تاخد يعني تاخد تكتفي كده؟
لو تحب اديك معلومات اكتر وانت تراجعها، واسال الله ان يهدينا ويهديك الى الحق. اسال الله العلي العظيم اذا كان الحق في المسيح نتبعه، اذا كان الحق في اليهوديه نتبعه، اذا كان الحق في الاسلام نتبعه، لابد ان نتبع الحق. يسوع يقول ابحث عن الحق والحق يحررك. لابد، يسوع يقول فتشوا الكتب، لابد نفتش الكتب، لابد نتاكد ان احنا على الحق. الموت ياتي في اي وقت. فتحب حضرتك نكمل معاك الموضوع ده ولا كفايه كده؟ لا انا حضرتك بقالي يعني كده 40 دقيقة وانا بسمع حضرتك، يعني انا يعني هسمع الكلام ده هقراه من اول وجديد. استاذ سامويل بسمعه عشان اعرف استوعب اللي انت حكيته ده كله. استاذ سامويل زي كده انا عادل محمود بيسجل المكالمات، بسمعهم على الميك واقرا كل نقطة انت قلتها واسمعها بالراحة. طيب وافهمها عشان استوعب. انت قلت بسم الله كمية معلومات، ما رضيتش انا ابارك على اي حاجة لان انا مش عارف اقاطعك. شافك منسجم وبتحكي بسرعة، فاديني بقى فرصة اسمع طيب. بالراحة تاني. اسمح لي بس يعني كده نعم، انا ما عندي مشكلة. انا اسمعني، اولا انا بشهد انت انسان محترم ومؤدب وعندك سعة صدر غير عادية في قمة الادب والاحترام، لكن بس لكن في نقطة بس عاوز اقولها لحضرتك. انا اسمي بس يا ريت انت مسجل الكلام ده بتقول صح؟ لا معمول بسجل اوتوماتيكي بس اتفضل. ممتاز، جميل جدا. انا اسمي الشيخ وسام عبد الله، وانا راجل ليا حضرتك في موقع، في موقع اسمه وسام عبد الله، موقع جديد يعني وسام، ولينا حضرتك قناتين على اليوتيوب، قناتين على اليوتيوب برضو اسم الشيخ وسام عبد الله، ولينا حضرتك كمان على الفيسبوك في موقع للغرفة ليا اسمه برضو الشيخ وسام عبد الله. حضرتك ممكن تدخل على اليوتيوب وتعمل بحث، هتلاقي حضرتك من البابا للبواب كلمته. ولو تحب حضرتك الان اسمعك اتصال على البابا طوادرس، ممكن اسمعك. تحب تسمع اتصال؟ الاتصال دقيقتين بس. خلاص اياك من هذا، خلاص. يا حضرتك بقى باللغه العربيه قلت لو تحب اسمعه لك هياخد دقيقتين بس. تحب تسمعه؟ دقيقتين بس واقفل معاك. كفايه سجلات. طب خلاص حضرتك احنا الساعه 4 الفجر. لا انا عشان بعرف اجمع اللي انت حكيته كله. خلاص اعمل بس اسمعهم صح. طيب اتفضل اعمل بحث على الانترنت، اعمل بحث على الانترنت وعلى الشيخ اسامه عبد الله، وان شاء الله انا هحاول اكلمك الاسبوع القادم نشوف رد فعلك. ماشي؟ خليك بنقدم ان شاء الله دعوه. مع الف سلامه. اسال الله ان كنا ويهديك الى الحق. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا ويهدي إلى الحق. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله. الله اكبر كبير كل تقدير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدره جل قدره. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.